السلام عليكم، كي دايره البنات؟ لاباس عليكم، انا رجعت لكم. شكرا بزاف على جميع التعاليق البنات اللي شجعوني هكا نبغيكم، واللي مازال ما دارتش لايك دير لايك قبل ما يبدا الفيديو. دابا انا غنتسناكم درتوا لايك، اشتركوا في القناه. انت اللي كتشوفي فيا باقا ما اشتركتيش، شنو كتسناي؟ شنو كتسناي؟ بغيتي تقتصدي؟ بغيتي تبني الدار ديالك؟ بغيتي تعيشي حياه كريمه؟ اشتركي في القناه، اشتركتي في القناه. المهم غتقولي الزينه مالها اليوم، علاش ناشطه فرحانه؟ اول مره يا البنات نمشي نتقدى وكنحس بكلشي شبعانه، كلشي شبعانه، وحق الله العظيم عمرها ما طرات ليا. وبرافو البنات اللي لاحظ البارح قلتي لي الزينه فينا هو السكسو، هذه اول حاجه، فينا هو اتاي والسنيدة، برافو عليكم البريكيكات. لا برافو عليكم والله، لا الله يحسن العوان. كانوا معايا الدراري في الدار، فراني عرفتي شحال ديال الوقت دا لي هذاك السيت اب باش نحط هذاك الشيء ونقادو على الطبله عاد التصوير، حيت البارح كان الويكاند. المهم الغزالات ما تخافوش، ها نتوما، ها انت اختي، راه قلت لكم راني نسيت راه كاينين شي حوايج اللي ما وريت لكمش كاع، بحال دانون داك الكبير داك خديته من ليدل حتى هو محسوب. واليوم يا الغزالات مشيت تقديت هادشي يا لالا، واش طيبت هالصريف؟ هانوريكم، هانت اختي، ها الصرف لي شاط ليا، راني فرحانة. هذا هو الصرف لي شاط ليا من 160 اورو او 160 باوند، تقدية ديال الشهر، ومازال الخضر والفواكه. يلا تقديت شي حاجة اليوم، باقي ما تقديتش كلشي. المهم هاو سكسو البنات، هاو راه خديتو داخل في تقدية الشهر. هانتوما البنات فيه كيلو، المهم كيلو غيدي ليا جوج د المرات، غنرجع ناخذ واحد حدا اخر. هاي البام ديال الاخر، حيت هاد السكسي داير واحد البام. متخافوش كلشي، الورقه والستيلو، الاستاذه خديجه علمتني كلشي. هانتي اختي السنيده، هاهي واحد البام. انا كتعرفوني مبقاش كنشرب السكر في اتاي، مبقاش كنشرب السكر في اتاي ولا اتاي في السكر. لا حتى بعض المرات كنقول كلمه في عقلي، راني كنقول الكلمه ولكن كنقولها مقلوبه، فولو تفهموني البنات، تشوفوا غير عويناتي تفهموا هضراتي. المهم انت اختي، ها ديودورون بواحد اورو، واحد باوند، لا تنشمك ما بيكش. خانا زعما دايره صعيب باش نختار شي الريحه، عندي الذوق ديالي واعر بزاف. بعد خديت واحد ستيك بواحد باوند، وها انت اختي بقيت كندور تجيب لك الهميزه. المهم هادو نقديو بهم هاد الشهر، الشهر الجاي ان شاء الله حنا غنوفروا شويه، كل شهر نوفروا شويه تنشيو حاجه تما كثر. صافي هانتوما احسن حاجه اللي لقيت في السوق دابا، باش حتى انا ما نضربش الميزانيه وما نفوتش المقدار ديالي، فخديت هذا ديال الحوايج، فيه 28 غسله، واحد باوند، واحد اورو. شمو ليكم دا الريحه هي كلشي، والله الا غزال يا اختي. مهم غلاقه ما صبروش كل نهار عاوتاني، انا كنصبر كل نهار ولكن غنشوف واش شوفي الا فوتت الا دجات لي الشهر، راني غنطير بالفرحه. واحد باوند اميزين، مكتوبه لكم 28 غسله، وخديت مع هذا حتى هو واحد باوند، واحد اورو، ريحته غزاله فنه. مهم نديرو مع الصابون، واشنو كندير انا في الاخر فاش كنصب الحوايج داكشي كنشرم، كناخذ شويه من هذا كنزيد عليه الماء، كنرشو على الحوايج على الخاميه اي حاجه سبنتها باش كتبقى الريحه. وها انت اختي اخر حاجه اللي قلنا، خلينا هاد الحلوه غنصيبو كيكات، غنديرو ان شاء الله 4 كيكات في الشهر، نقسمو باباهم داكشي، ناكلو حنا كلشي، غناكلو كلشي ولكن التدبير والاقتصاد ياكو. ها انت اختي خديت ساشيات هادو فيهم 6، صراحة جاتني غالية شوية، واحد باوند و 15 باوند، ماشي زعما غالية عليا، راه ممكن أنا البنات نمشي نشري تا باكية، ولكن غالية عليا على حساب المصاريف هذا باش نربح حتى حدي. المهم فيه 6 ساشيات، إن شاء الله نديرو 4 الكيكات، غادي تقدنا، وتقدنا غنحتاج وحدة دابا، باش غادي نقسم معاكم اللحيمات. قلتوا لي قسمي معنا زينه الدجاج، ما كنتش غندير هذا الفيديو ولكن نتوما طلبتوه، غنحتاج كخماره وحده، هاد الطريقه ديال الغسل شفتها من عند الاستاذه خديجه،
اللي باقا ما مشاش عندي يمشي عند الدار وعند البنات، انتم الصغير باش تفهموني ونتفاهموا انا وياكم صافي. التحدي البنات اللي بغاو يدخلوا التحدي، انا ما كنبزز على حتى شي وحده تدخل التحدي. تقولش لي قتلتينا بالجوع اختي، لا لا، كل واحد مسؤول على نفسه ومسؤول على رعيته. انا كنعرف اش كندير حتى نتوما راكم كتعرفوا اش كديروا. بغيتي تدخلوا مرحبا، ما بغيتيش تدخلوا غتفرجوا، خليو لنا واحد لايك وتشجيعاتكم فقط. شوفوا البنات، ما لا حياه بدون موني، انا غنقسم على حسب الموني. الا مازال ما شفتوش الموني تاعي رجعوا الفيديو الاول ديال التحدي اللي قسمت لكم فيها 300 اورو، رجعوا لي باش تفهموني باش نتفاهموا، حيت الا ما شفتوش الفيديو من الاول ما غتفهموش انا وياكم. انا غدا على حسب الموني صافي. مرات كاين اللحم، مرات كاين الدجاج، مرات كاين لالا لي بات، مرات كاين البيتزا غاب الفرباج، يعني ماشي دائما اللحم. تفهموا على واحد القضيه، انا والاخت خديجه اللي تفهمين عليها، اللحوم كلها الا جي بيني وبينكم مضره للصحه، مضره للصحه، لانها كلها هرمونات كيدقوا لباباهم البرا باش داك الشيء تنفخ باش يبان لك الزوين، ولكن راه كله هرمونات كله مرض البنات. ماشي زعما كنخيب ليكم اللحم وداك الشيء، انا لحوميه، ولكن غير باش نقول ليكم زعما راه اللحم عاوتاني البنات شاك جو راه خايب ومضر للصحه، مضر ليكم ومضر لوليداتكم. فاحسن حاجه تاخذوا الا بغيت زعما من الجانب الصحي، خذوا اورغانيك، خذوا البلدي، البلدي اللي يعني ثقه، شي بلاصه ثقه عارفين باش مكابر هذاك الدجاج. اما هاد الشيء ديال الروميه الحبيبات ديالي، باباه كيقول لي البر واش كيتنفخ باش كيبان زوين باش كيكبر دغيا، باش يعني داك الشيء علاش الله يستر ولا المرض. فقد ما قللنا من اللحوم قد ما كلينا فواكه وخضر، فواكه وخضر وقطاني، اي هذوك تما فين كاين الفيتامين، وسلطات يا حبيبه قلبي. واصلا انا والله الا وليداتي ما كيعجبهمش بزاف اللحم، غندير قياس اختي، غدير الزوج ديالي هو اللي يزيد لي لحومي انا، واخا هكاك بيني وبين قرني الا كانوا المشاوي داكشي ناكل فيه، ناكل مع الشلاط وداكشي كامل. ونبدا على بركه الله في تقسيم الدجاج لمده شهر، في تقسيم اللحم لمده شهر. المهم عندنا جوج دجاجات كما قلنا حجم متوسط، وعندنا لالا كيلو ونص ديال اللحم ديال المعزي، شكرا لكم بزاف البنات، ما طارت لي السميه البارح. وعندنا كيلو ديال صدر الدجاج، وعلى بركه الله. المهم انا كما قلت لكم مشيت على حسب الموني. عندنا هنايا هذا فين غادي نحط البروشيت، هنا عندنا واحد جوج حامضات مليحه، ها نتوما احسن حاجه خذوا الملحه، خديتها فيها 3 كيلو، 3 واش 3 بون ولا شي حاجه من عند التركي الحبيب ديالي، الخميره الحلوه. وهنا الخلطه العجيبه اللي غادي نديروا للدجاج ديالنا، القزبور العطريه، وغادي نعصروا عليهم نص حامضه. ما عرفتش منين نبدا. شوف البنات ما تضحكوش عليا، انا كنصور لكم كلشي سبونطانيمو، لان هذه اول تجربه لي سوف نكتشف مع بعض. قالتي خديجه قسمت الدجاجه وحده فيها 2 كيلو ونص على 12 مره، نخلي لكم الفيديو في التحت في صندوق الوصف، سيروا البنات شوفوه. انا غنحاول حتى انا نشوف، عندي جوج دجاجات متوسطه الحجم، غنشوف اش غندير فيهم. المهم عندي جوج مرات، عندي جوج مرات طواجن فيهم دجاج، جوج مرات كسكسو فيهم دجاج، يعني ربعة المرات. والشي الاخر غادي نحاول نديرو سميتو، نديرو سميتو كاع هذاك سميتو الطاكوس، الطاكوس. وهاد صدر الدجاج غادي نقسمو على جوج المرات في الشهر، يعني كل غادي نخرج منو يعني ربعة نو 8 من هذا، خرج منو 8 من هادو. واللحم كما قلنا غادي نقسموها على أربعة المرات فعلى بركة الله. أول حاجة بعدا غادي نغسلو، غادي نغسلو الدجاجة ديالنا، ندير لكم كلشي حداكم هنايا في الكاميرا. أول حاجة غادي ناخدو دجاجتنا، هنايا عندي الملحة ها هي غليظة، هادي غادي نغسلوهم بالملحة هما اللولين على بركة الله بسم الله. من بعد الملحة غادي نغسلهم بالخل، غسلتهم بالملحة، حكيتهم مزيان بالملحة، غسلتهم من الملحه
رقدتهم شويه في الخل المول الخل حيتهم دابا نبيضوهم هنديروا ليهم الخبيره قبل الحلوى كيولي لونهم ناصع ابيض جدا جدا المهم وحيده راه غادي نديرها عليهم بجوج ونحكو ونشلو وديك الساعه نقطعو طبلنا دجاجتنا مزيان مهم جدا تصبين الدجاج مهم غنقولوا بسم الله ونتوكلوا على الله البركه 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 تما غنقسم على هاد نحيدو الدجاجات نحيدو الفخيضات هما الاولين ياك كشي دات خديجه ياك باقي مهم انا ما كنعرفش نقسم الدجاج كنجيبو مقرب من عند الجزار المهم حنا دابا نتعلمو تا الجزاريت وتا حلاويت وتا صبانيت وتا مصلوحيت وتا جفافيت وتا كوافوريت وتا مكياجيت وتا كلشيت ماما راه الحبيب علاش ياك حيدنا نابي نابي كنديروها في الليل شفتي نابي تحشمني قدام البنات قلت لهم راه حيدت لي واش نابي هذا الدجاج هذا شوفوا الدجاج ناري ماشي بحال دجاجكم ماما الدجاج نهاري نعم هذا الدجاج اخ هانتوما الطرف الاول ياكي ياكي وسي بحال كسي يو دون لايك ات شكن شكن قلت لكم ولادي متعلمش ماما غادي تعلم ما تخافوش ما غيموتوش بالجوع ماما عمران خاصني معاه كيلو ديال التفاح في النهار الفخض الثاني حيدو دابا الجني وحات وحنا راه كيحيدو لينا العنق كيطيرو بلينا دابا هادي معداش بدا العنق طيرو باباه الله يا ربي ما تضحكوش عليا دابا قلك هذا خصو يتهرس ياك منين جيني وحال الاولى جيني وحال الثانيه فوالا دابا عطيني على هذا الشكل عندنا الصدر وهذا وانا شفت الاستاذه خديجه قسمتها على هكا بحال هكا على النص ني البنات ما تضحكوش عليا عفوا المهم هانتوما الدجاجه قسمتها عرفتو حلتها الوسطاني قسمتو على جوجها الصدر وبقى هذا دابا هاد الصدر هذا هو اللي غادي نخرجو منو هادشي اللي كاين هاد الجني وحات والخيضات وهادشي غنديرو بهم الطواجن وهذا طواجناه والكسكسو هاد الصدر الدجاج هو باش غادي ندير انا الكوتلات فغادي نقسمو على جوج الكوتلات ماشي الكوتلات غندير فيهم سميتو طاكوس راه قلت لكم انا راه كيفاش عليه انا جلدة ما تتعجبنيش نحيدها تعيفني نقسمو على جوج الله اكبر على جوج هذا على جوج الله عرفتي راه العقوبه ديال الراس عرفتي باش تصوري فيديو وانتي لابسه الحوايج ديالك وديري الزيف على راسك راه كيموت دابا بالعرق قسمنا دابا جوج الدجاجات ديالنا ها هما غادي دابا نقسم ديال الطاكوس بوحديتو هاد الصدى تاع الدجاج
المهم عندنا الطاكوس جوج مرات في الشهر ياك. نمشيو دابا للوصفه ديال العجيبه. عرفتو شي هذا اللي جاز حيت كيعمروا لي خلي يعمروا لي ديال بالخرقوم وكتبقى ديك الصفوريه و... يس يس غادي نمكسيو هادشي كامل. المهم فين كيما قلت لكم العطريه والقزبور والثومه نوعها الثومه والحامض. دابا كاع اللحم ديالنا والدجاج ديالنا غادي يدوز في هاد العطريه عذرا على هاد العطب التقني لم يكن في الحسبان ولكن دوش عليه. المهم راه هنا زايده فيه الملح صافي. هادو لي غوشيط تاع الشهر كامل ما ننسالوش. نشرح لكم التقسيم كيفاش داير. بنات جداد راه بداو كتبوا لي او ماي جاد او لا لا او مون ديو او راه كاين الناس اللي ما عندهمش اش ياكلوا. فالحمد لله وشكروه على نعمه الله. كاين الناس اللي ما عندهمش الماء خصنا نحسوا بدوك الناس مره مره. صافي دابا لي بغوشيط ديالنا دابا ها هما واجدين حاضرين. ها لي بغوشيط غادي تخرجيهم من الفريكو بليله حتى عندك نتيا جدول. عندك الجدول ديالك تنظم الاكلات تاعك تنظم حياتك. ما تستريسياش ماشي تنطيب الصباح وما عرفتش اش غنطيب اليوم ناري. تجهزت الطاجين تحلي الثلاجه تقوى الصدمه. ما كاين لا لحم لا بطاطا لا جلبانه. يلا ديتي الدراري للمدرسه تمي غادي كتجري تاني لابسه جلابتك غادي كتجري بالحوانت. شتي هادي انا هاديك دابا كندوي على راسي كندوي عن التجربه وعن خبره. ولهذا قررنا ان نغير مسار حياتنا الى ما هو احسن. فهمتوني دابا البنات اللي شفت كنجيب بزاف لي كومونتير عند قناه خديجه خالتي خديجه كيبقى واحد زقريمة والله حق الله انا كنتمنى بعدا نكون بحال. يا ريت يا ريت يا ريت غير 20% مني يكونوا بحال خالتي خديجه. ملي عمل المراه بالعكس غيرت حياه شحال من وحده. يا ريت لو كنا بحالها وهذوك البنات اللي كيكسبوا هذاك الشيء تقريبا تقريبا كل الكرش كنا ريح كنبغي نشدهم كنبغي نضربهم كنبغي نضربهم انا بعدا في الصنداله. يا سقلي الخرقوم بهاد الزيت قولوا الحد. اخيرا عرفتوا من 11 وانا كنصور ودابا جوج 11 وحده وحده جوج ثلاثه السوايع البنات عرفتوا ما تخليو ليا لايك عرفتوا ما تخليو ليا لايك غنسحب غنسحب. حق الله هذا الشيء كيدي الوقت حيت المشكله كاين ولدي فكل مره كيجي كيبرزطني. وقسمنا اللحم والدجاج وصدر الدجاج ولحم المعز لمدة شهر كامل. نعم سيدتي لمدة شهر كامل. ولكن إذا الحبيبة ديالي ما كتجيش وكتقسمي فضروري يكون عندك جدول غذائي بالموني تاعك. الوغ كيفاش انا قسمت هانتوما بدا لكم باللحم ها هو قسمته على أربعة المرات. مرة ديال الطاجين ومرة ديال الكسكسو مرة طاجين مرة كسكسو. حيت عندنا في الشهر عندنا أربعة طواجن وفي الشهر أربعة الكسكسويات فجوج ديال الطاجين وجوج ديال الكسكسو. الدجاج ها انت اختي تقوليش لي هذا ما غاديش يقدك في الطاجين امبوسيبل امبوسيبل. وحق الله تبرعتكم مالك اختي مالك الله تبرعتكم والفضل كيرجع للاستاذه خديجه. عندنا جوج مرات غندير فيهم الدجاج للطاجين مره هاو هذا راه كافي البنات مع الخضره وداكشي كامل. مره طاجين مره كسكسو مره طاجين مره كسكسو. رجعوا لميوني باش تفهموني علاش كندوي. ها انت اختي ها انت برعتك ولا ما برعتكش برعتك ولا ما برعتكش. جوج المرات لي بغوشيط في الشهر مره بغوشيط مره تاكوس
مره بغوشيط مره تاكوس. عندنا جوج المرات بغوشيط في الشهر وجوج المرات تاكوس. هانتي صدرتي عندي شحال خرجت انت اختي؟ عائله تاع اربعه. ها مره بلي اللي بغوشيط مع الفيت ديالو الشلاضه ديالو. ها هي هانت اختي لي بغوشيط. قلنا البغوشيط عندنا جوج مرات في الشهر وعندنا تاكوس جوج مرات في الشهر وهذاك نهار الثلاث. مره بروشيط مره تاكوس مره بروشيط مره تاكوس. احنا سالينا الشهر. هانت اختي كيلو صدر تاع الدجاج خرجنا فيه حنا عائله ديال اربعه. هانتي هيا مره ديري مع الفريد مع الشلاضه مع الرز بالمايس والطول. وها مرة أخرى وهنا شاطك ليا أسبوع واحد آخر. هذا إكسترا، هذا نخليه للنكست مانث. ولا نقدرو مثلا مرة في العشية في العشية جاينا الجوع ولا هذا تاخد ديري بروشيط الواحد مع عاوتاني الرز مع داك الشي ديالو. ها أنت أختي اللي خرجنا من الدجاجة تبارك الله. جوج دجاجات راه خرجوا ما شاء الله تبارك الله مقوسنا عليهم. جوج المرات ديال الطاكوس وهذا شاط ليا. هذا العشاء عاوتاني مع شويه د الرز مع شويه د ليبار مع المحمصة مع اي حاجه. فخرجنا هادشي هادشي من الدجاج من الدجاج منين خرج صافي. وهادو حتى هما راه شاطوا ليا. فعندنا نوريكم لي شاط ليا. شاطوا ليا واحد جوج ثلاثه اربعه اللي شيطنا للشهر الماجي اولا شيطناهم سميتو للعشاوات. كتبوا لي في التعاليق كتبوا لي كي جاكم هذا الشيء واش كاين ولا ما كاين، واش سبع ولا ضبع. بعدا كيبان لي سبع ولا قالت لي شوف لها فيكم ضبع غادي نخرج ليها من هنا بالصنداله. صافي البنات كنظن ان التحدي ربحناه وهذا الفضل كيرجع لكل الاستاذه خديجه. ما تنساوش البنات تهجموا عليها الله يعمرها الدار الله يعمرها سلعه وكتفيد البنات بزاف وكتبغي لنا غير مصلحتنا. وكنقول لكم تهلاو فريسكم وتلاقاكم ان شاء الله جديده في فيديو جديده. غادي يكونوا روتينات حافله تريكس اند تيبس ديال لاله خديجه كلهم غادي يطبقوا في الفيديوهات ديالي. وكنقول لكم تهلاو فريسكم وتلاقاكم ان شاء الله فيديو جديده.